تعيشوا وترنموا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة موضوعنا الثالث أو الرابع يمكن، إزاي أغفر لنفسي. خلينا نبدأ معكم برضو بحكاية، وصدقوني لو سمعنا كده كل الحلقات مع بعض ربنا عايز يعمل حاجة فينا كلنا. موضوع الغفران ده أهم أو من أهم الموضوعات في حياتنا كلنا. صدقوني حتى أنا ماليش في الكنيسة وماليش في ربنا، الموضوع مهم جدا. النعمة اللي في المسيح هي اللي بتفرق قوي تدخلني في المجال ده. قصة حقيقية بيحكيها واحد، إنه كان في ولد وبنت مخطوبين وكانوا عايشين هنا في أمريكا، وبعدين الولد كان في الجيش فراح حارب في حرب فيتنام. لما راح حارب في الحرب تعب وضعف وارتكب الخطية مرتين ثلاثة وهو بعيد عن خطيبته وبعيد عن البلد. لما رجع جوز وكل حاجة، لكن عاش عيشة تعيسة جدا، وحاول يصلح في الظروف، وهو بيحبها وهي بتحبه وهو بتاع ربنا وهي بتاعت ربنا، لحد ما راح قعد مع حد يشوف فين المشكلة. وطلع فعلا المشكلة حقيقية انه مصدق، احنا اتكلمنا في الأول خالص ربنا بيغفر، صدق ان ربنا غفر، لكن مش مصدق أو مش عاوز يسامح نفسه. طب إيه اللي بتعمله؟ بنتقم من اللي قدامي دي اللي ما تعرفش حاجة عن اللي أنا عملته، إزاي تقبلني وأنا كده؟ طب ما هي ما تعرفش، ولو عرفت هي قبلاك. فبقيت بعذب نفسي وبعذب الآخر بسبب إن أنا مش مسامح نفسي. دي مش قصة واحدة، قصة بتتكرر كل يوم، بنسمعها عشرات المرات بين اعترافات وبين مشاكل، وأنا مش مصدق ومش عايز أغفر لنفسي. هنتعلم حاجتين النهاردة. الحاجة الأولانية ليه لازم أغفر لنفسي، الحاجة التانية إيه أسباب اللي بتخليني مش عارف أكذب نفسي. تعالوا نقرأ مع الأول مع بعض كده بولس الرسول في فيليبي 3. اللي معاه إنجيل ماشي، احنا هنحطها على سكرين عشان الكسر يفتح الموبايل. بولس بيحكي لنا عن نفسه وبيقول كده بصراحة، أنا من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلوم. يعني إيه؟ أنا عندي self righteousness، أنا إنسان بار. من جهة الناموس أنا ماشي عليهم بالوحدة، ومن الغيرة بضطهد الكنيسة. نقول بس استنى شوية ليه؟ قعد يوصف في نفسه لحد ما جه في آية 12 قال كده، ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. طب هتعمل إيه بقى؟ اضطهدت الكنيسة وانت كنت شايف نفسك ان انت فلة وما عندكش مشكلة. يقول كده، أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا يريد كلنا نعمله ونقوله مع بولس الرسول النار، إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. نقول استنى شوية، عشان انت وسعتها حبتين ثلاثة أربعة كده، هتنسى إيه؟ اللي قتلتهم ولا تسببت في قتلهم ولا اللي أذيتهم في الكنيسة ولا اللي أذيتهم بره الكنيسة؟ تنسى إيه ولا إيه؟ يقول لكم أنتوا سمعتوني أنا قلت إيه؟ كل اللي ورا ده أنسى ما هو وراء وأمتد لقدام. يعني هتسامح نفسك؟ يقول لنا آه. عشان كده هو نفسه قال لتيموثاوس كده، إني اضطهدت كنيسة الله بإفراط ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل. والجهل مش معناه أنا مش عارف، ولكن عيني معمية وشايف إن ده الصح دلوقتي. ده اللي بيحطه قدام عنينا دايما ربنا. بولس بيقول لنا كده، حطوا المثل اللي هو شافه واللي هو عمله، انه سامح نفسه، لان ربنا ما جاش قال له عايز تتوب وترجع روح صح بقى استفانوس وطلع اللي في السجون وقوم اللي انت موتهم قبل كده. كتير قوي نبقى جايين قدام ربنا مثقلين بما لا نقدر ان نحمله. عشان كده اذا كان بولس الرسول بيقول كده وبيقول لنا عن اختبار شخصي، مش بيحكي لنا حكايه هو ما دخلهاش. سفر الرؤيا اصحاح 12 يقول لنا حاجه اعجب من كده. نطلع سيدنا فوق. يقول لنا ايه بولس الرسول؟ اسف، سفر الرؤيا يقول لنا ايه؟ اصحاح 12 يقول لنا كده، حط الكلام ده قدام عينيك لانه الحرب مش بتقف. يقول لنا وسمعت 12:10، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح
المشتكي على أخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. يشتكي قدام الله يقول فلان عمل أفدي مع أنه كذاب وأبو كل كذب مش بيكذب، ويشتكي عليه يقول أنت نسيت أنت عملت إيه. طب الحل إيه؟ الحل كده قد طريحة. قديس أسانسوس علق على الآية جميلة قوي، قال حتى اليوم الأخير حيجي إبليس يشتكي يقول فلان عمل وفلان عملت. يقول بس في حاجة جميلة قوي حطها قدام عينيكم من دلوقتي مش بعدين. يقول إيه؟ حينئذ يشير الآب إلى دم الإبن فيصمت كل أحد. يقول إيه؟ نشوفه ده من دلوقتي بالذات على الحاجة اللي ضميرك وضميرك مثقل بيها. ليه نغفر لنفسنا؟ أول حاجة دي مشيئة الله. يقولنا كده بولس الرسول في رومية 5:1 إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. أنا فقد سلامي مصدق أنه غفر لي، عندي شوية شكوك صغيرة ويمكن مصدق أن فلان اللي أنا أسأت ليش فغفر لي أو أنا غفرت له، بس أنا مش هسامح نفسي. خلي بالك لأن هما الاثنين حاجة واحدة، الله عايزني أصدق وأغفر لنفسي وإبليس رافض. أنا واقف في أي حتة دلوقتي؟ ليه الحتاية دي قدام عينينا باستمرار؟ أشهر اسم الإبليس في العهد القديم والجديد اسمه المشتكي. شكايته على خطيتي عارف أن أنا رحت اعترفت وطبت، يحاول شككني فيها شوية بس إيه ما بينجحش قوي، لكن يجي يقول لي بقى أنت فاكر اللي أنت عملته ده عادي. المشكلة أن أنا بعمل الريفليكشن بتاعي على اللي حواليا، مش عارف ليه مراتي متأزمة لأني مش مسامح نفسي، مش عارف ليه جوزي أنا منكد عليه على طول لأني مش مسامح نفسي، يمكن هو مش عارف أنا اللي عملته ولا مش عارف تفاصيل اللي أنا عملته. لكن المشكلة دايما لأن أنا مش شايف أن أنا متسامح وأنا مش مسامح نفسي، فأنتوا لازم أعملكم باللي جوايا. عارفين ليه؟ المسيح لما جه كده في متى 22:37-39 قال لهم كده، الفريسي بيسألوا أعمل إيه؟ إيه الوصية؟ قال له الوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. طب أنا مش مسامحني، أسامحكم أنتوا ليه؟ أنا مش مسامحني على اللي أنا عملته. وهنقول دلوقتي بين الكبار والأخوين عمل كده، إزاي أسامح فلان اللي قال عليا كلمة ولا فلان عملت معايا موقف؟ بسمعها كتير صدقوني ساعات، يقول لك انا كاتب ليستا باللي هو عمله فيا او اللي هي عمل، وتقول كده انا عمري ما هنساله كذا وعمري ما هنسالها كذا. كل دي للاسف فرحه ابليس في حياتنا. عشان كده الكنيسه بتقول لنا اذا كان ده قصد الله ان اتمتع بغفران لنفسي، للاسف هدف ابليس عايزني افضل مقيد لانه دايما يشتكي عليا. عشان كده واحد من اباء الكلمه حلوه قوي، كان لا تعطي لإبليس فرصة إنه يعمل إيه؟ أن يفرح بأنك مقيد. بس في المرة دي أنا اللي مقيدني بإيديا أنا. إيه زي ما قلنا إن كان اسمه المشتكي، سمعنا في سفر الرؤيا أنه قد طرح المشتكي، وخلي بالكم بيشتكي علينا إيه؟ ليلا ونهارا. في رومية 8 يقول لنا تاني أنه هو مشتكي. بس يقول لنا شوفوا الرؤيا صح على الآخر وعلى نفسك. يقول لنا إيه؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ فيش غيره، إبليس. الله هو الذي يبرر. طيب يعني إيه الكلام ده؟ عايز يقول لي كده، يمكن اشتركنا بيها قبل كده في الحتة بتاعت غفراني للآخر أو غفران الله، اللي يجي طالبني بالدين اللي عليا اللي دفع اللي مديني بحاجة، أنا مديون لله. الله جاي قايل ايه؟ بصوا آية 34، من هو الذي يدين؟ مين اللي يجي يقول لك انت عليك دين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا. اللي مدينني المسيح، مدينني بحبه، مدينني بصليبه، مدينني بقيامته، مدينني بحياته اللي اديها لي كلها. ها بيقول لي هات، هدي له ايه؟ ما عملتش حاجه. بص يكمل يقول ايه؟ الذي ايضا يشفع فينا. يعني ايه يشفع فينا؟ يعني بيدي تاني. واقف قدام الاب مخبيني ومخبيك ومخبيكي بخطيتك، واقف قدام الاب يقول ده ابني، يقول ده فيا، ده عضو حي في جسدي انا غسلته بدمي. يبقى المشتكي عايز يعمل ايه؟ عايز يفصلني عن الله، يفصلني عن شركه جسد الابن الوحيد. ليه قمه العباده عندنا هي القداس؟ مش عشان حاجه حلوه،
عشان في آخره أنا والمسيح نصير واحد، أعرف أقول يا أبانا الذي في السماوات. يبقى الحرب على إيه؟ ما تتناولش، أو تناول من غير ما تتوب، من غير ما تعترف. اتناول عشان عادة كويسة، هي مش عادة كويسة. أنا أخذ حياة المسيح. ما عندناش حاجة في اسمها عادة التناول، اسمه سر الإفخارستية، في اتحاد إلهي عجيب يوحدني المسيح في جسده فأصير عضو حي أمامه. طب إيه هما المشكلتين الكبار اللي مش بخليني أغفر لنفسي؟ يسموهم كده the twin sins، خطيتين التوأم. الأولانية self righteousness، شكلها حلو أوي من بره، أنا أعمل كده؟ آه للأسف أنت عملت كده، بس أنت مين؟ أنت مين إذا كان الله سامحك وأنت بتقول صدقت إنه غفر لك؟ أنت مين عشان ما تسامحش نفسك؟ الـ self righteousness أو البر الذاتي المدمر، شكله انكسار وعيط، تقول أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي، ها مسامح نفسك؟ لأ، ده كبرية. عشان كده كل آباء البرية قولنا إيه؟ إن أسوأ صورة للكبرية الخفي البر الذاتي والشفقة على النفس. الناس شفتي مقطع نفسي عياط في الكنيسة ولا في القداس ولا في البيت، ها بتعيط ليه؟ عشان مش مسامح نفسي. يعني حاجة حلوة بالعكس. ليه؟ كل الآباء قالوا جملة جميلة قوي، اللي بيعمل كده يعلن عدم كفاية صليب المسيح. إزاي؟ مش أنت بتقول إن صليب المسيح ده جه وقلناها بقى مليون مرة في القداس وفي أسبوع البسخ ليغفر لنا خطايانا؟ طب وبعدين؟ بس أنا مش هغفر لي، مين أنت ومين أنتي؟ عشان كده أول مشكلة بتعقنا كلنا في إن إحنا نغفر لأنفسنا البر الذاتي، وأقول كده أنا مهما حصل مش هسامح نفسي على اللي قلته وعلى اللي عملته، وكأني يقول أنا أعلى من الله، وأن دم المسيح وصليب المسيح لم يكن كافي ليغفر لي فأغفر لنفسي. لا، هو يغفر لي ماشي، لكن أنا أصعب من كده. قال تريد فادي آخر شخصي غير المسيح يغفر لي، يخليني أغفر لنفسي؟ دي المشكلة الأولانية، البر الذاتي. عشان كده بولس لما قالنا كده هعمل حاجة واحدة، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى أصلا، مصدق اللي غفر خطايا العالم كله ده القدوس. أنا مين؟ مهما كانت درجتي وقربي من الله تخليني أتضع أكتر فأقبل أن أغفر لنفسي، لأن القدوس قبل يشوف عدم قداستي وسامحني وقدسني وسمعت القدسات للقدسين ورحت جريت اتناولت. يبقى أول عائق أمامنا كلنا هو self righteousness، البر الذاتي اللي مليان كبرية، وإن كان ممكن عينيا مليانة دموع ومكسور وكل حاجة. العجيب إن البر الذاتي ده بيسبب قساوة في القلب غير عادية. أبقى مش مسامح نفسي ومش راحم حد، أنا عملت الخطية الفلانية ومش مسامح نفسي عليها، بس وروني حد عملها وناكله بسناني واملاء ايدانا واكسره على الاخر. ليه كده؟ اصلا انا مش مسامحني، عايزين انا اسامح فلان على اللي عمل كذا ومش فيا. يقول لي ده وقت الشفاء، نحط البر الذاتي على جنب ونقول يا رب فعلا احنا عايزين ايه؟ طالبين حريه مجد اولاد الله. ايه الحاجه الثانيه؟ سموها كده سودو جلد. سودو جاي من كلمه يونانيه اسمها سودوس، وسودوس معناها كذب باليوناني. يعني ايه الكلام ده؟ في ذنب كاذب. تعالوا نقرا كده ايتين ونشوف بولس الرسول يعلمنا فيهم ايه. مش موجودين هنا. بولس الرسول لنا كده في كورنثوس الثانيه صح 7 وعدد 8-10 يقول ايه؟ يس موجودة. بولس في كورنثوس الأولى بعت وبخ الكنيسة على واحد سموه زاني كورنثوس صح 5، وقال ده يتعزل من الكنيسة، عزلوه من الكنيسة. بعد ما عزلوه من الكنيسة الراجل تاب، فبعت لهم الرسالة الثانية قال لهم بقى رجعوه. فقال لهم كده: لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة الأولى اللي وبخهم وشلح فيها الراجل زاني كورنثوس ده اللي كان عايش مع مرات أبوه،
لست أندم مع أني ندمت. يعني إيه لست أندم؟ مع أني مش ندمان أن أنا عملت حاجة صح، لكن ندمان أن قلبكم متكسر. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة، الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء. وهنا بقى خلي بالكم في نوعين من الحزن ونوعين من الذنب. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله جاي بالإنجليزي وفي اليوناني godly sorrow، ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. أما حزن العالم فينشئ موتا. اسمهم الاثنين حزن، بس سمى ده godly sorrow والتاني سمى ungodly sorrow. حزن بحسب الله وحزن بحسب العالم ليس بحسب الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ يقول لنا كده، مش انت بتقول ان انت خاطي؟ او بقول وعمال تعيط وعمال تدين في نفسك وبتقول مش هسامح نفسي؟ يقول لنا بس يقول لي خلي بالك، ان كان بحسب الله ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه، خلص. ان كان مش بحسب الله، حزن ينشئ موت، بموت في نفسي، بموت في شريك حياتي، بموت في عيالي، بموت في كل حواليا. ليه؟ أصلي مش مسامح نفسي. ما بقولهاش كده صراحة، لكن كل تصرفاتي بتقول إيه؟ الشخص ده مش مسامح نفسه على اللي هو عمله. الأسوأ بقى إن اللي حواليا كمان يشاوروا عليا كل شوية. أنت نسيت اللي عملته من سنة ومن اتنين ومن خمسة ومن عشرة؟ ببقى عايش فين؟ عايش في سجن متدمر. لا عارف أحب، ولا عارف أتغير، ولا عارف أقدم أي حاجة لأي حد، واللي قدامي مش قابل، لأن أنا لسه مش مسامح نفسي. طب ايه بقى القصه؟ يقول لك بس خلي بالك انتوا كده بتلخبطونا بقى. ليه؟ بصوا كده المزمور اللي احنا حافظينه وبنقوله كل يوم كذا مره. يقول لك انت نسيت بقى مزمور الخمسين اللي بنقوله كل يوم. في الاول بنقول ارحمني يا الله حسب كعظيم رحمتك وبسكتر افادك امحي معصيه. ايه ده؟ بتقول ايه؟ دي النص بتاع الكتاب المقدس، مش نص الاجبيه. لاني عارف المعصيه وخطياتي أمامي دائما، أو خطياتي أمامي كل حين، زي ما يقول. يبقى أنا ما جبتش حاجة من عندي، أنا ماشي ورا المزمور. الآية صح ومية في المية، بس زي ما قلنا قبل كده، كل ما نفهم الآيات غلط، كل ما الآية ما تفرحنيش وما تحررنيش، يبقى أنا فاهم الآية غلط. مفتاح الآية في العنوان اللي قدامنا فوق ده. عنوان المزمور إيه؟ لإمام المغنيين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بيت شبع. يعني إيه الكلام ده؟ ناثان جاله إمتى؟ بعد ما هو مراته ولدت والعيل عيانه على وش الموت. يعني من ساعة ما زنى وقتل لحد ما جاله ناثان قعد كم شهر؟ نقول 9 شهور اللي هما الحمل، وبعدين نقول شهر أو اتنين بالكتير، أو زنى قعد نقول سنة. كان تايب؟ ما تابش. طول ما انا مش تايب خطياتي انا من كل حين. ابليس يقول لي بقى كمل، انسى الحكايه دي، خليها قدامك على طول، وخليك فاكر على طول ان انت مش هتسامح نفسك. ما قالش كده خالص داود. لما اقعد اكرر الايه سامحوني، وساعتها بسمع وعظ عنها، خطياتي بقى في كل حين لحد ما توب. عشان كده قال لنا ايه بولس من شويه؟ الحزن اللي بحسب الله ينشئ توبه للخلاص بلا ندامه، واللي حسب العالم ينشئ موتا. طيب تعالوا بصوا، هو نفسه داود. تعرفين المزامير مش مترتبة تاريخيا، مترتبة بترتيب معين كده، نتكلم عليه مرة تانية. مزمور 32 اللي هو بعد 51 تاريخيا. طوبى للرجل، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. ايه بقى؟ انت نسيت خلاص؟ يقول انا نسيت وانا بقول المزمور الاولاني. فاكرين هو قال لنا ايه في المزمور الاولاني؟ خطيئتي امامي كل حين. بعديها بكم ايه قال ايه؟ وفكروا فيها كده وشوفوا جبروت التوبه فعلا. فاعلم الاصم تركك والمنافقون الى لك العون. حيلك، استنى، ده انت لسه يعني قايم من هدر، ما فيش بعد كده. قال ده في ايه 3، انا دلوقتي في ايه 10 11. في ايه 3 قلت له كانت قدامي كل حين وانا مش تايب، ولما تبت دلوقتي درست، انا مخلص الكلام مع ناثان النبي، اعلم الاسماء طرقك والمنافقون اياك يرجعون. يقول لي الله لا يقصر التائب.
التائب يجي بقلب منكسر الله يرفعه. هو قال حتى في آخر المنظور القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. العجيب جدا لما نقرأ الكلام دوت في إصحاح 16 و17 في صمويل الثاني نلاقي حاجة عجيبة قوي. في نفس الإصحاح اللي تواجه به هذه المواجهة والابن ده يموت اللي جه من الخطية مع بتشبع، إيه اللي يحصل؟ يخرج للحرب وربنا يديله نصرة وانتصروا على ملك على رأسه كان تاج كبير قوي، يقولوا ياخدوا التاج ده يحطوه على رأس داود. إيه اللي حصل؟ أصلا الخطية كسرتني وفضلت قدامي كل حين لحد ما تبت، وإميديتلي أول ما تبت قلت أعلم الأسماء دركك والمنافقون إياك يرجعون. ياريت نحط فعلا المزمورين دول جنب بعض. أوعوا حد أو إبليس نفسه يوجعني بالآية يقول لي فين بقى أنت هتنسى وهتتوب وهتفتكر إن خطيتك راحت وأنت تنساها؟ آه بصوا كده داود في 32 بيشرح لنا اللي أنا قلته لكم ده بالتفصيل. آية 3 تقول إيه؟ لما سكت 10 11 12 شهر بليت عظامي من زفير اليوم كله. تقيل على قلبي بس لأني ما كنتش تايب. يمكن تكون أنت أو أنت أو أنا لحد دلوقتي في الموقف ده لأنك رافض تتوب. آه ممكن تروح تدردش تحكي حكاية لكن مش هتوب. رايح أخد أعمل ريبورت لكن لو تبت بليت في عظامي من زفير اليوم لما سكت. طب هتعمل ايه؟ ربنا هيسيبك؟ قال ايده تقلت عليا قوي مش يفعصني، يقول لي قوم توب. لان يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي الى يبوسة يبوس القيز. هتعمل ايه بقى؟ اعترف لك بخطياتي ولا اكتم اثمي. هتحصل ليه؟ دي تفكني. عشان كده اخر ايه في المزمور او ايه 11 يقول لنا ايه؟ افرحوا بالرب وابتهجوا. على ايه يا سيدي؟ انت كنت يعني قلت ربنا فعصك ثقلت يدك علي الليل والنهار كله. افرحوا بالرب وابتهجوا ايها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. انت ليك عين تقول ان في حد اسمهم مستقيم القلوب؟ انت نسيت نفسك؟ يقول لنا انا عمري ما نسيت لكن انا شايف الحق كامل قدام عينيا. خطياتي امامي كل حين طول ما انا مش تايب، لان الحزن الذي بحسب الله يقود الى التوبه بلا للخلاص بلا ندامة. أما الحزن الذي حسب العالم ملوش حل ينشئ موتا. عشان كده بنحط المزمورين جنب بعض لأن القديس داود النبي قديس بولس نفس الكلام بيقولنا إيه؟ هعمل حاجة واحدة بس أنسى كل ما هو وراء وأمتد إلى قدام. صدقوني يعني عشان عجوز شويتين شفت ناس في العالم كله معذب نفسه بالعشرين سنة وبالثلاثين سنة أصلي عملت كذا من طب ما اعترفتش يقول مكسوف. مكسوف وبعذب نفسي عشرين سنة وثلاثين سنة وبعذب كل حواليا بس ما توبش. فحولت هذا الحزن إلى حزن إيه؟ بحسب العالم ينشئ موتا. أنا معذب مفيش سلام مع الله وبعذب كل حواليا أقول إيه؟ أنا في كنيسة كل يوم. واللي ما ينفعش يبقى التوين سينز او الخطيتين اللي بيخلوني ارفض اني اغفر لنفسي البر الذاتي والجلد او الذنب الغير حقيقي. يعني انا بعد كده انكر الخطيه. داود لم ينكر انه كان انسان خاطئ ولكن انكر ايه؟ ان بعد التوبه افضل مكمل في ايه؟ في نفس المشاعر. في نفس المزمور يقول اعلم الاسماء تركك والمنافقون إليك يرجعون. حابب أختم معكم بصلاة للأسف ما بتسمعوهاش. أبونا بيصليها في القداس الكرولوسي قبل التناول على طول. ليه هنقراها مع بعض ونقف كده عندي كام كلمة أشوف أنا فعلا وأنا رايح أتناول باخد كل ده ولا مش مصدق ولا بسمع كلام وفوته من ناحية أقول مش أنا أصلا أنا وحش عملت كذا. احنا لا ننكر الوحش اللي احنا عملناه، لا ننكر اي خطيه اسأنا بها لاجسادنا وقداستنا او لجسد المسيح كله، ولكن داود قال وبولس الرسول قال افعل شيئا واحد انسى ما هو وراء وامتد لقدام. بص نقول ايه في الصلاه دي؟ ابونا يقول ايه؟ يا الله الذي احبنا هكذا وانعم علينا برتبه البنوه لكي ندعى ابناء الله. يقول لي في الاول كده شايف نفسك بنت الله وابن الله
ولا مش أنا؟ ابن الله ما يعملش اللي أنا عملته، ما هو عارف، مع أن داود عمل كل ده قال قلبه زي قلبي. بولس اللي عك الدنيا وعمل كل اللي عمله شاف نفسه طلع السماء الثالثة وقال اللي شفته ما عرفش أحكي لكم عليه. أنت بعمايلك دي تطلع فوق يقول آه هي دي نعمة الله. فبداية الصلاة عشان ده هنقولها قبل ما نتناول على طول، بنعلن إن إحنا جايين لأننا محبوبين من الآب ومدعوين أن نكون أبناء برغم كل اللي عملناه، بس نكون تايبين. نحن وهم وارثون لك يا الله الآب وشركاء في ميراث مسيحك. يا ترى المسيح عنده أي نوع من الإحساس بالذنب في أي حاجة؟ 100% لا. فبيقول لنا كده أنتوا جايين تبقوا شركاء في ميراث مسيحك. هنكمل بعد شوية، يقول جملة جميلة قوي. أمل أذنك يا رب واسمعنا نحن الخاضعين لك. طهر إنساننا الداخلي، عشان يبقى زي الأنبا أنطونيوس ولا داود النبي ولا بولس، نو. طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد الذي نضمر أن نأخذه. هتطلع من القداس بطهارة يسوع. لسه في سنس اوف جلد، لسه بتلوم نفسك ولسه مش مسامح نفسك ولسه اللي انا عملته نزل. هتفضل تعذب في نفسك وتعذب في اللي حواليك، تعذب في نفسك وتعذب في اللي حواليك. الاختيار واضح، نبقى شركاء في ميراث مسيحك، مدعوين ابناء، نخرج بطهر يسوع المسيح، او نطلع نكمل العك اللي احنا كنا فيه، اعذبني واعذبكم معايا. نكمل. فليهرب عنا الزنا وكل فكر نجس من أجل الله الذي من العذراء الافتخار والسر الأول الذي هو العظمة من أجل الذي اتضع وحده من أجلنا المخافة المخافة من أجل الذي تألم بالجسد عنا وأقام غلبة الصليب المجيد والمجد من أجل الذي لطم وجلد من أجلنا. في الآخر خلص نقول له إيه؟ لكي هكذا بطهارة، أني طهارة اللي قلناها في الأول، كطهر ابنك الوحيد، لكي بهكذا بطهارة نتناول من هذه الأسرار النقية ونتطهر، نتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. تاني، كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. تخليش إبليس يحاربني بالآية وقال لي قول خطياتي أمامي كل حين واوعى تنسى لحد ما توب، غير كده بقى الحزن الذي بحسب العالم. أنا إنسان خاطي ولكن بر المسيح مفتوح أمامي. عشان كده إبليس دايما يديني نص الحقيقة ويقول لي امسك في دي، الله يقول لي الحق كاملا. نتطهر كلنا كاملين في أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا إذ نصير شركاء في الجسد الواحد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك. إيه ده؟ في مجد أعظم من كده؟ لو هشوف نفسي مفصول عن هذا الجسد انا وحش وانا زي مش عارف ايه ومفيش فايده فيا وانا ما ينفعش اتناول وانا ما ينفعش اتوب وانا واروح واطلع من القداس اعذب اللي حواليا كلهم وبقول ان انا ايه كنت في القداس. سواء حضرته من الاول، حضرت اخر 5 دقائق زي ما كتير بيعملوا للاسف، كنت في القداس. حطوا بس الصلوه دي موجودة في الخلاجي وموجودة في الكوبتك ريدر، موجودة في كل حاجة على النت، اسمها حتى يسمونها صلاة الذي أحبنا، صلاة الآب قبل تناول في القداس الكيرلوسي. اقروها كده مرة واثنين وعشرة ودخل نفسك جواها ودخل نفسك جواها، ألاقي إنه الجلد اللي إبليس بيحطه مش حقيقي، كذبة من الأكاذيب لينزع عنا السلام والفرح. أخلص في 3 كلمات بالضبط. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه بمنتهى البساطة؟ هما 3 حقائق: اعرف، ارفض، قاوم. اعرف الحق. صدقوني كل ما بنقول اقروا الكتاب مش عشان تعرفوا حكايات ولا تعرفوا أمثال ولا تبقوا حافظين آيات، اعرف الحق إن السلف رايتشسنس البر الذاتي مدمر، إن الجلد والذنب اللي ليس بحسب الله مدمر. يعرف ان الله عايزني وعايزك تبقى حر، حريه مجد اولاد الله، ولا نعطي فرصه لابليس ان يفرح اننا جوه الكنيسه مقيدين باللي احنا بنعمله. دي اعرف، ارفض كل كذب.
حتى لو عمري كله كان في الكذبة دي أنا برفضه. أصل جوزي بيقول لي كل يوم كذا، أو مراتي بتقول لي مش عارف إيه، أو أبويا كان بيقول لي، كل ده كذب. الحق هو في الله وفي كلمة الله. يبقى هعرف الحق، هرفض كل كذب. آخر حاجة، مش هيسيبني، هفضل أقاوم إلى النفس الأخير، إني مدعو زي ما قلنا آخر جملة، لكي نصير شركاء في الجسد وشركاء في الشكل وشركاء في خلافة مسيحك هذا الذي أنت معه مبارك مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان، له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد. تفضلوا نصلي مع بعض.